أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة حرص مملكة البحرين على تنفيذ أهداف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، موضحا سموه بأن مملكة البحرين ملتزمة بما نصت عليه اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1990، وهي تلتزم مع بقية دول العالم بكافة المسؤوليات لحماية كوكب الأرض من الأشعة فوق البنفسجية والمدمرة بسبب اتساع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي. وقال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة بمناسبة يوم الأوزون العالمي أنه من أجل أن تبقى هذه القضية البيئية حية بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن مملكة البحرين وبفضل التوجيهات السامية والمتابعة والدعم من حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تحتفل المملكة مع كافة دول العالم في هذا اليوم 16 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وحيث يوافق احتفال هذا العام الذكرى 32 لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، حيث يحمل احتفال هذا العام شعار 32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون. وبهذه المناسبة العالمية الهامة تقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة بالشكر والامتنان لكافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمهتمين بالشأن البيئي في تنفيذ وإنجاز الخطط والمشاريع البيئية التي تساهم بشكل مباشر في حفظ وحماية طبقة الأوزون، حيث حازت البحرين وبفضل تلك الجهود المثمرة على العديد من الجوائز التكريمية لقاء دورها المتميز في تنفيذ المشاريع التي من شأنها منع وتخفيض الغازات المستنفذة لطبقة الأوزون. وأشار سموه إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبشراكة فاعلة مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بإنجاز العديد من المشاريع المهمة التي تساهم في الانخفاض التدريجي للغازات المستنفذة لطبقة الأوزون من مجموعة الغازات. وأوضح سموه أن المجلس الأعلى للبيئة حقق هذا العام نجاحا كبيرا يتمثل في إطلاق برنامج لتأهيل العاملين في قطاع التبريد والتكييف وبأرقى الأسس العلمية والعالمية، حيث تم تدريب وتأهيل أكثر من 200 فني لأخذ الرخصة البيئية للتبريد من خلال ورش عمل مكثفة تمت إدارتها والإشراف عليها من قبل مهندسين متخصصين بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. واستطاع المجلس الأعلى للبيئة من تخريج الدفعة الأولى من الفنيين في منتصف العام الجاري.